الأهلي تعاقد رسميا مع سليف كوليبالي المدافع المالي في صفقة انتقال حر لمدة سنتين بتوصية من باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد. أولا أنا عاجبني جدا فكرة إن هو مدي الحرية الكاملة بنسبة 100% للراجل. النهاردة مفيش أي حد لسه تم اختاره بإنك ماشي من الأهلي ولا أي حد تقله إنك جاي، لسه الراجل هيشوف طلباته. الراجل عنده دلوقتي أول طلب طلب وأنا عايز مساك، طيب مع إنه عنده بس هو ما تقدرش تقوله لا. عنده سعد وعنده نجيب وعنده محمد الجزار اللي هو الوافد الجديد من كهربة الإسماعيلية وعنده أحمد علاء وعنده رامي طبعا على قائمة الانتظار ربنا يقومه بالسلامة إن شاء الله. فطلب واحد معاه فجابوله، وطبعا أيمن أشرف بيلعبها كمان، فجابوله سليف كوليبالي. الناس قالت لك لا ده كبير، لا ده عجوز، لا بتاع. هو الراجل طلبه بالاسم خلاص، انا ما انت مسؤول قدامي وانا هحاسبك في الاخر على اختياراتك.